كده كده، ثلاثة يمشوا شبه بعض، تعالى نمشيها شبه بعض. ها هقول لي طبعا صديق مذكر يبقى 10 مذكر اهو، المشكلة كلها في دي، العدد اثنين. انا اقول اسن ولا اسنت؟ لا اسن. طب احط الف ولا ياء؟ دي على حسب الاعراب. لي دي هتعرب جار ومجرور، جار ومجرور خبر شبه جملة مقدم، يبقى اكيد الكلمة دي هتتعرب مبتدأ مؤخر. يبقى انا هقول لي اسنا 10 صديقا. طب يبقى اسنا دي هتعرب مبتدأ مؤخر، وحذفت النون للتخفيف. خلي بالك، حذف النون للتخفيف، الله يبارك لك، حذف النون ليس للإضافة وإنما للتخفيف. وكلمة 10 لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. طب هنوصل لقضية مهمة، في بعض الناس يقول لك لا حذفت النون للإضافة. طب أنا معاك يا عم، حذفت النون للإضافة، هل 10 مضاف إليه؟ لا. يبقى إزاي حذفت للإضافة؟ يبقى هنا للتخفيف. طب لما حذفت للتخفيف إزاي أعرب 10 مضاف إليه؟ إزاي أعرب 10 مضاف إليه؟ هي لا محل لها من الإعراب، وصديقا تعرب تمييز منصوب. وهنا هنوصل لمشكلة، إن أنا في العدد 11 أنت قلت بتتعرب زي ما احنا قلنا كده بالبلدي، هم يا جمل كتلة واحدة، و13 لغاية 19 كل ده بيتعرب هم يا جمل كتلة واحدة حسب موقعه الإعرابي، ما عدا العدد 12. العدد 12 ده يعرب حسب موقعه، وده يتعرب لا محل له لعشرة من الإعراب. يبقى هنا زي ما اتفقنا لي اثنا 10 صديقا، لو دي بقت صديقة هتبقى لي اثنتا 10 صديقة، لأنه لازم كله يمشي شبه